مشاهدينا يسعد مساكم كل عام وانتم بخير في إطلال جديدة دائما لعيد الأضحى المبارك. في هذه الأمسية مشاهدينا ما بين السؤال والحزيرة والجواب في أمسية متواصلة مع الفداول الكراميكا والأدوات الصحية. طبعا العنوان ثلاث عناوين له: شارع المسلخ وأيضا شارع المقاطعة وشارع فرعون، أدوات صحية مميزة وأيضا أسعار خاصة ورحلات خاصة مباشرة بدون صاحب لصاحبي أبو لطفي الفداوي وأولاده. تابعونا مشاهدينا من خلال هذه الأمسية في برنامج اربح مع شركة الفداوي للكراميكا والأدوات الصحية. سيكون برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر وفادي بدير، ومني أنا منتصر العناني في الإعداد والتقديم، وبين السؤال والجواب وأيضا الجوائز بانتظار. الفداوي للكراميكا والأدوات الصحية بفروعه: الفرع الأول طول كرم شارع المسلخ البلدي، الفرع الثاني شارع المقاطعة، الفرع الثالث شارع فرعون. نكمل مشوارنا، كل عام وانتم بخير ودائما مع الفداوي للكراميكا والأدوات الصحية. يسعد مساكم ويسعد مساك. مساء الخير، كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الأجواء؟ والله منيحة إن شاء الله. إن شاء الله منيحة. كل عام وانت بخير. أول شيء بالصحة والسلامة. من الفداوي للكراميكا والأدوات الصحية بتجاوب على حزيرة أو سؤال تأخذ جائزتك فوري وجوائز مرتبة. يلا منيح. تعرفنا اسمك؟ نادر جلاد. نادر، أنت نادر منك ولا في منك؟ ما خلاش. طيب يا نادر، ما هو الشيء الذي نراه في الظلام في كل مكان؟ نراه في الظلام؟ ما هو الشيء الذي نراه في الظلام في كل مكان؟ خذ جائزتك مباشرة. رأيت خياله. مين اللي قال خيال؟ أنت؟ تعال يا براء، خليك معي. السلام عليكم. السلام. شو اسمك أنت؟ اسمي أم المؤمن. أم المؤمن؟ أعطيني شو اسمه ركا. تفضلي هاي، قولي لك الفداوي للكراميكا. خليك قولي الفداوي للكراميكا خمس مرات بدون ما تغلط. الفداوي للكراميكا، الفداوي للكراميكا، الفداوي للكراميكا، الفداوي للكراميكا. اول شيء كل عام وانت بخير، وثالث وثاني شيء الجواب غلط، بس انا حبيت اعطيك الجائزه. طيب شكرا. شكرا لك. نرجع، تعال. طيب ما هو الشيء الذي نراه في الظلام في كل مكان؟ نراه في الظلام. يا الله، اي والله متمعن فيها طوالي، بعرف الاجابه انا. شو يا سيدي؟ النور. لا صلك ساعه واقف مع تحكوا قصص. القمر؟ لا، تراها في كل مكان، صعب تلاقي في كل مكان. ما هو الشيء الذي تراه في الظلام في كل مكان؟ يلا خذ جائزتك. شو؟ أنا عارف يا أخوي، مش أنا أقول. أنا عارف يا أخوي، وأنا عارف يا أخوي. يا جماعة الخير والله جواب واضح. ما هو الشيء الذي نراه في الظلام في كل مكان؟ تعال ظلمة الليل. يا سلام عليك، تعال اسمع يا نادر. شو ما هو الشيء اللي نراه في الظلام في كل مكان؟ الظلام. وين ما تروح تلاقي ايش؟ ظلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا غششك يا نادر؟ لا حالك. أعطيني جائزة. هاي مبروك عليك من الفداوي الكراميكا والأدوات الصحية. شو بتقول له؟ يا سيدي كل عام وأنت بخير، وكل عام أنت والفداوي وكل تلفزيون الفجر وكل الشعب الفجر. كل عام وأنت بخير. تابعونا في برنامج اربح مع شركة الفداوي للكراميكا والأدوات الصحية. الفداوي للكراميكا والأدوات الصحية بفروعه: الفرع الأول طول كرم شارع المسلخ البلدي، الفرع الثاني شارع المقاطعة، الفرع الثالث شارع فرعون. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. كيف أجواء العيد معك؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب اسمع، إذا بتجاوب على السؤال تأخذ جائزتك مباشرة من الفداوي، وجائزته مرتبة على كل حال. رأى أحد الناس النجوم في الظهر، كيف شافهم في الظهر؟ تعال هنا عشان ما نعطلش. يلا. الله يقطع يوبك. طيب رأى أحد الناس النجوم في الظهر. ما في نجوم الظهر. ما في نجوم الظهر. في نجوم، ما بقول لك رأى أحد الناس النجوم في الظهر، كيف صارت؟ ما في. أهلا خليكي. ما في. لا يا ابن الحلال، واضحة واضحة. الشمس. احنا بنقول لك نجوم، كيف شافها الظهر؟ لا والله سهلة جدا. رأى احد الناس النجوم في الظهر، كيف صارت هاي؟ ايش؟ تعال وينو حكى؟ تعال انو تعال برغي هذا؟
قال انت برغي؟ اه برغي ولا مسمار؟ مفك مفك. طيب شو اسمك؟ مجد ابو سفاكه. مجد ابو سفاكه، سمعته راى احد الناس النجوم في الظهر على الصوره، صح ولا لا يا عمي؟ صح مزبوط. اه من الاخر هاي. طيب اعطيني هاي جائزتك من الافداء والكرمكه والادوات الصحيه، جائزته مرتبه، شو بتحكي له؟ كله كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وشكرا لك. شكرا لك. بنكر فيه شو يحكي كمان. تعالي تعالي تعالي. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ الحمد لله. شو منيش مستحي يعني؟ كاميرا كاميرا لحالها بتطلع عليك. تعالي ما تتحركيش. شو اسمك؟ ملاك. ملاك. ملاك ايش اسمك؟ رحيل. من وين يا رحيل؟ من المخيم. من المخيم طول الكرم. طيب اذا بتجاوب على السؤال بتاخذي جائزتك مباشره، منيح؟ سؤال سهل ولا صعب بدك اياه؟ سهل. طيب ترى كل شيء وليس لها عيون وهي أشكال وقصات، شيء؟ شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ لا لو تركز بتعرفي. شو عيد؟ كل المراي. المراي؟ يا عيني ما أشطرك ما شاء الله. كيف عرفتي؟ بعرف. مين غششك إياها؟ أنا. أنا ولا أنت؟ أنا. أنا هات. كان لحالها ما شاء الله. هاي جائزتك من الفداء والكرمك، شو تقولي له؟ شكرا. كل عام وانتم بخير. الفداوي للكرامكة والأدوات الصحية بفروعه، الفرع الأول طول كرم شارع المسلخ البلدي، الفرع الثاني شارع المقاطعة، الفرع الثالث شارع فرعون. منكمل مع الفداوي للكرامكة والأدوات الصحية. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ قيس. قيس ايش؟ أبو عساف. أبو عساف. بقرب لك إيش محمد عساف؟ ابن عم اللزم. ابن عمك اللزم. طيب شو بتعرف تغني له؟ ولا إشي. وابن عمك لازم تعرف تغني له؟ طب يا طير الطير، بلكي تطير انت. بطيرش انا، ماليش جناح. بتطير ملك جنحان. طيب قيس، ديوان سخنين سأطرز ثوبا لخديجة، لمن هذا الديوان؟ محمود درويش. محمود درويش. محمود درويش مات الله يرحمه. لا مش له. انا غني لك يا طير الطير. احمد. لاحمد. احمد مين ها؟ احمد صوفي. احمد ايه صوفي؟ انا اللي بغشش في قلص. احمد شوقي. شوقي. راح طير الشين، مش احمد شوقي. هذا ديوان سخنين سأطرز ثوبا لخديجه، براء بيعرفه بس ما تحكيش يا براء. انا بدي اغني لك اغنيه يا طير الطير لمحمد عساف عشان الطير. يا طير بلكي بطير. يلا يا طير الطير. يا طير الطير. اه ان شاء الله بتطير. بطير. طيب يلا اخر شيء اعطيني، بتعرف جواب؟ قديش ضايل معنا احنا؟ اخر وحده. لا تزبطش. يلا يلا يلا. شو شو لمين؟ شو اسوي يعني؟ شو اسوي لمين الديوان؟ الديوان؟ اه مش عارف. طب انا بقول لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. الفداوي للكرمكة والادوات الصحيه بفروعه، الفرع الاول طول كرم شارع المسلخ البلدي، الفرع الثاني شارع المقاطعه، الفرع الثالث شارع فرعون. نبقى ونتواصل معكم في هذه الامسيات في استقبال عيد الاضحى المبارك. كل عام وانت بخير بصحبه الفداوي للكرمكة والادوات الصحيه طول كرم. ثلاث عناوين له: شارع فرعون، شارع المسلخ، وشارع المقاطعه. شارع المقاطعه ساكن. تعرفه اكيد. نعم. كل عام وانت خير. انت بخير. عرفنا اسمك. صالح حمال، كفر جمال. اهلا وسهلا فيك يا صالح. صالح اذا بتجاوب على سؤال بتاخذ جائزتك مباشره من طبعا الفداوي. اسمع، ديوان سخنين ساطرز ثوبا لخديجه، لمين؟ ديوان سخنين ساطرز ثوبا لخديجه، لمين هذا الديوان؟ ديوان الله يا سلام. قبل لسه فتره اعلن عنه، قبل فترة أعلن عنه. والله ما مر علي. ديوان سخنين سأطرز ثوبا لخديجة، لمين؟ يلا. فيش اختيارات؟ فيش خيارات، هذا سؤال. الفداوي للكرمكة والأدوات الصحية بفروعه، الفرع الأول طول كرم شارع المسلخ البلدي، الفرع الثاني شارع المقاطعة، الفرع الثالث شارع فرعون. ديوان سخنين سأطرز ثوبا لخديجة، لمين؟ ديوان سخنين قبل اسبوع تم الاعلان عنه. ديوان سخنين سأطرز ثوبا لخديجة. قبل اسبوع اعلن عنه. نصوع بدران. يا سلام عليك. شو غششك اياها؟ لا يلا خلصنا. انا قبلان. انا سامع فيه. سامع فيه بس يعني مش متاكد حتى. طيب ديوان سخنين سأطرز ثوبا لخديجة هو للشاعر الفلسطيني الكرمي ابن بلدة دير الغصون، تم الإعلان عنه قبل أسبوع من الآن، إعلان إطلاق هذا الديوان. هو الدكتور نصوح بدران من بلدة دير الغصون. إذن أعطيني جائزة.
هاي الجائزة الأخيرة، مبروك عليك من الفداء والكرامكة والأدوات الصحية، شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير وشكرا لكم. الفداوي للكرامكة والأدوات الصحية بفروعه، الفرع الأول طول كرم شارع المسلخ البلدي، الفرع الثاني شارع المقاطعة، الفرع الثالث شارع فرعون. تابعونا دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، منقولكم كل عام وانتم بخير، ولا تنسوا الفداوي شارع المقاطعة شارع المسلخ وشارع فرعون. رحلات طبعا مباشرة، من يشتري بربح رحلات مباشرة لتركيا وشرم الشيخ من الفداوي والكرامكة والأدوات الصحية. نلقاكم مشاهدينا في برنامج آخر، كان برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر، فادي بدير، ومني أنا منتصر العناني في الإعداد والتقديم. دائما إرباح مع الفداوي.